بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعذب الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل قلوا ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتبه على عدم قبوله هدية فقال له الشيخ أنسر ما بدا لك واحضر معه. فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل تفاحة منشود ماء وقيحان. فقال للخليفة كيف تلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله محشوم بدماء الناس. فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يأتي فيكب بين يدي الشيخ كآحاد الناس وصيبه إلى أبمان. وكان رضي الله عنه بعجلة قدره وبذ سيده وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم. وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل وما أحب البلاء وتلذذ به إلا من عرف المبني. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تمركوا واصبروا ولا تجزأوا وتدروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطخوا عن باب مولاكم لا تبرحوا. وكان يقول لا تقتر جلب النعماء ولا دفع البلوى فإن النعماء واسنة إليك من قسمة سجلبتها أبلى والبلوى حالة منك وإن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء. فإن جادك الأعمى فاشتغل بالذكر والشكر وإن جادك البلوى فاشتغل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ. واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلك وإنما تنهو لتقتبر. وكان يقول لا يسلو لمجالسة الله تعالى إن المطهرون من رجس الزلال ولا يبدو إلا لمن خلا عن الدعاوي والهوسان. ولما كان الغالب على الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأبراد كفارة وطهورا ليسلحوا لمجالسته وقربه شعروا بذلك ولم يشعروا. وكان يقول إياكم ما تحب أحدا أو تكرهه إلا بعد عرض أفعاله على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.